أما هلأ نور رح نروح لفقرة مميزة جدا، ودائما احنا بنحاول نضيء على المهن والحرف اليدوية التراثية الشعبية اللي سيدات كتير وصبايا عم بيحاولوا دائما يحافظوا عليها ويطوروها من فترة لفترة، وخصوصا مثل ما شايفين معنا اللي هي الكروشيه. رح نحكي أكثر عنه مع ضيفتنا اللي رح نقول لها صباح الخير، وهي الحرفية أمل حفار. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. الله يسلمك يا رب، صباح الخير. الله يسعد صباحك. يسعد صباحك. يمكن من اجمل الاعمال اليدويه النسائيه المعروفه من مجتمعنا السوري والدمشقي هو الكروشيه. خلينا نحكي عن شغل الكروشيه، قد صار لك تشتغلي؟ انا بشتغل صار لي فتره منيحه، صار لي بيطلع شيء اكثر من 40 سنه. أوه. بعد ما كان عمري 8 سنوات. حلو كتير. خلينا حضرتك اول شيء عم تشتغلي شيء هلا؟ يمكن هلا هاد ونحن عم ندردش فينا. هلا بنعرف انه الست بتعمل 500 شغله بايد واحده. طبعا بتنظم البيت وبتطبخ وبتشتغل وبتعمل كل شيء مع بعض، فنحن عم نشتغل شغل رح نستعرض معاكي ونحكي عن شغلك. شو رايك؟ هاي الورده الدمشقيه، هاي بسناره واحده. شغلتهم اول القطعه بسناره واحده، بعدين كل ورده عملتها لحالها ومطبق فيها. ايوه اها. ومساويتهم، والخط العربي كمان هون عملته شغلته. ايه شغلته كمان بسناره واحده وتطبيق لي عليه وكان ايه بالابره وبالخيط عم بكتبها. هي بالخط العربي هون. ايه بالخط العربي. والثاني كمان اللوحه هي شو حلوة، هي شعر ما؟ ايه شعر. خلينا نقراها. خذي قلبي فأنت بي أحق، قولي للزمان أنا دمشق. كمان كاتبتها كتابة بالخط العربي. هدول ممكن ينحطوا على الحيطان، ممكن ينحطوا مثل طبعًا مفرش على الطاولة. يعني يستخدموا بديكورات متعينة متعددة بالبيت. وكمان عاملة قطع الكروشيه كلياتها بتحسيها تحف يعني فنية. فيكي صحيح تستخدميها أكثر من قطعة كلوحة كمفرش طاولة طبعاً. وكل واحدة إلى ديزاين مختلف يعني. ايه طبعا. هون كمان هون سيف الدمشقي. الدمشقي. مع العلم السوري. والألوان يعني كله أنا بساويهم متناسق مع بعضه. هو سبحان الله الشغل اليدوي بتحسي فيه فن بروحه، هذا بجسمه الواحد القطعة بيشتغلها. هلا معك بايدك شو عم تشتغلي؟ هلا هون عم بشتغل كنزه. هي القطبه اسمها النجمه. هي سنارتين. سنارتين. وبشتغل بسناره واحده كمان. هي دون موجودين كمان بسناره واحده. في شيء مميز معك نور؟ اول ما فاتت بيبي خلينا نشوفها. كمان هي بسناره ولا تنتين؟ لا هي بسناره واحده كمان. هي كمان بسناره؟ ايوه. عم شوف القطب مختلفه كثير جميله. شوفي الفريزات كمان اللي عاملينهم على الطاقيه، يعني التفاصيل هي كثير مهمه. انت بتشتغلي كل وحده لحالها بعدين بتضيفيها كل وحده لحالها وبساويها معها. حتى تطبيق الالوان سلمى كيف يكون طبعا بعمل لك انا المتناسق بساوي مع الالوان. شوف كمان هون حب الوطن من الايمان. هلا لاحظت انه حاطه شيء لسوريا لدمشق كثير حاطه يعني. هي يمكن في كثير ناس بتحب هي التفاصيل تكون موجوده بالبيت طبعا، انه انت بصوره تقدري تغرسي بعقل الطفل طبعاً. رساله ما تنسى بدون ما تعطيه محاضرات مثل ما بيقولوا. بس وانا كمان درست قد ايه اهله بيحبوا بلدهم، بيحبوا الشام، بيحبوا والله سوريا. وانا بهي التفاصيل درست كمان باليونسكو بالمعارض كمان. حلو. مشاركه بعده معارض، معرض دمشق الدولي. معرض خلينا نحكي عنه اكثر. معرض دمشق الدولي من 20 سنه انا مشاركه بمعرض دمشق الدولي، معرض الزهور، الشام تجمعنا كل يعني عدة مشاركة. طب ردة فعل دائما الناس على شغلك كيف عم تكون؟ يعني عم نشوف مش بس مثلا الكروشيه قطبه واحده، عم يكون عده انواع، مش بسناره واحده بسنارتين بسنار. يعني فينا نقول عده الاعمال الكروشيه اليدويه الكامله من كاملة جميع كاملة التفاصيل مميزه. طبعا المميزه شوفي اللوحه اللي تحت كمان كثير حلوه مميزه. بتشوفيها كانه وش، بس هي شو هي غصن وزهره. ايه ورده وحاطه يعني كثير حلو الاسلوب، الالوان اللي عم تستخدميها. مدخله هون شيء ثاني اللي هو الخيطان. ايه مدخلتيهم الخيطان. ايوه بالتطريز بشكل كثير مميز. طريقه الطرح مهضومه يعني على جنب مثل الانف والوجه. هي
زهرة، الابتسامة. صحيح. الله يخلي لي اياك يا رب. بتعرفي هلا الشغل عامله كمان زورق، شوفي الزورق ما احلى كمان، عن جد مميز. هلا عادة بيعرفوا اللي عندهم تحف، هذا النوع من التحف بتنعمل من الخشب او شيء معين، وبتصير بقى مشكله عند السيده بالبيت اللي هي تجميع الغبره، انه انا كيف بدي انظفها اذا خشب وقماش بتنتزع مع الوقت، بينما بهي الطريقه بتنغسل. بتنغسل ما بتأثر شيء فيها. بتنغسل خلص. عندنا وحده بالبيت بتغيرها خشب وهي بتعذبك، بس هي بتنغسل ما بيصلح شيء لانه شغل يدوي. صحيح. بدها ما توسخت طبعا تنغسل، ما احلاها بتطلع ما فيها شيء. وهي شغلنا هذا كلياته، كل اللي موجودين هدول بطريقه التنظيف نفسهم ما بيتاثروا؟ لا ما بينغسلوا. الالوان ما ممكن انه هي ابدا كله. انا بستعمل الصوف الدي ام سي، الخيطان مثلا، القطن، هذا كلياته في منهم خيطان اجنبي مثلا، في شغل الوطن، في شغل السوري كمان، بيبقى هذا الخيط كمان متين ومميز. متين ايوه بتلاقي ولا بيحل، هو اهم شيء لما بتغسلي ما بيحل. صحيح. يكون الخيط كثير منيح. هلا مثل هذا الخيط خيش كمان، هذا كمان بينغسل ما بيصير له شيء، واللون الاحمر ما بيحل والاسود ما بيحل. قاسي هون بتحسيه، بس كمان صعب بالسناره. هذا شغله صعب. تلاقي الايدين لما بشتغلها شو بيصير، بتحب الاصابع من هون. بس الصوف طبعا الصوف أطرب. صحيح. شوفي عامله هون كمان، هي عامله لها نموذج كمان، عامله هذا ورق قطبه ورق. هي عاملته هون. طب خلينا نحكي عن انواع القطب، انت بتشتغلي بكل انواع قطب الكروشيه؟ كل القطب مميزه. في هذا شغل عمود، في صعوبه ببعض القطب ولا لا؟ هذا عمود. بشتغل مثلا فراشه، بشتغل كل شيء، كل القطب حافظه ما شاء الله. الله يقويك ويطول بعمرك، يعطيك الف عافيه. على حسب المهاره شو، 40 سنه يا اكثر انا بشتغل. يعطيك العمر الطويل وتضلي هيك. ما كان عمري 8 سنوات انا بشتغل. حلو. لهيك قلنا نحن بالبداية أنه دائما هي الحرف هي يعني جزء من تراثنا. طبعا يعني أنا بحب علم. حلو. هلا لما حدا عم يجي هلا بمعرض الزهور بيجوا لعندي بيلاقوا شغلي مميز، أنا بشغلي حلو، شو بيقولوا لي عن مينا؟ بقول لهم طب ماشي. تعملي دورات ولا بتروحي بتشاركي مثلا مع جمعيات ولا كيف؟ عملت دورات باليونسكو، وزارة السياحة. حلو. بتكير. كان في مشاركة كبيرة، يعني بتلاقي الشباب بيحبوا يتعلموا، لحتى الشباب صبايا الاعمال اليدويه، لحتى الشباب اجى كثير لعندي قال بدهم يتعلموا. حلو. هي بالعاده البنات اكثر بيتعلموا. بس الشباب كمان الشباب والصبايا، لانه اليوم بنقول انه بعد الاعمال اليدويه يمكن سلمى هي مرتبطه بالجيل القديم، بس لا عم نشوف اقبال كبير للصبايا والشباب عليها. طبعا كثير. اكيد. خلينا نشتغل شوي مع حضرتك ونحن عم نحكي، شو مصممه تطلع هي الفكره؟ شو رح تطلع هلا؟ هي كنزه. كنزه. هاي كنزه بشتغل. هاي القطبه قطبه النجمه. هاي النجمه ايوه. قد ايه تستغرق وقت كل قطعه؟ بنعرف الحجم بياثر، التفاصيل اللي فيها بتاثر، بس خلينا نحكي بياكل وقت. بس السناره بتلاقيها امام اسرع. هاي درب واحد من هاي بتلاقي بتطول، بس هذيك 4-5 دروب لدرب واحد. يعني نص الوقت تقريبا او اقل من النص. كمان طبعاً. الفرق هلا مثل هاي بتقعد هلا شي شهر لحتى تخلص. هل هذيك القطعه قعدت بتطلع شي 3-4 ايام خالصه؟ كانت خالصه. يعني الوقت كمان، الوقت بهال لازم يكون اسرع. طيب ست امل، خلال حديثك قلتي كان في لك مشاركات كبيره بعدد من المعارض، وصار لك عمر طويل بالاعمال اليدويه وخصوصا الكروشيه، رد فعل الناس بالمشاركات ضمن المعارض لانه بيكون في تواصل مباشر مع الناس. طبعا. كيف عم يكون رد فعل الناس، وقديش اراء الناس يمكن بتعطيكي طاقه وتحفيز بالاستمرار بهذا الشغل؟ ما عمل لك هلا لما كنت هلا معرض الزهور يجوا يطلعوا على شغلي، يقولوا لي يعني بشغلي ما حدا مساوي مثله. ما في حدا هلا بسناره واحده
هالشغل هذا ما حدا مساوي. عاملين في كتير عاملين مثلا فساتين، عاملين كل شيء، البسه، بشتغل هيك وبشتغل هيك. بس هلا هي جديده طالعتها، صار لي هلا عاملتهم هدول، كان بالخط العربي، كان عندي معرض هنيك اشتغلتهم، يعني شغلات مميزه منه كروشيه ومنه خط العربي. طيب استاذه امل، حضرتك قلتي انه نحن مو كل شيء بينشغل ب مثلا بسناره واحده، في بسنارتين. هلا مثلا الثياب مثل الكنزات، الطواقي، الجواكيت، حصرا بسنارتين ولا لا ممكن يمشي بسناره واحده؟ لا بيشتغل بسناره واحده. شو اللي بيختلف؟ يعني اليوم مثلا انا بسمع انه والله هي بسناره هي بسنارتين، شو اللي بيختلف؟ التشكيل ولا هو بس للوقت ولا طريقه الحياكه القطبه نفسها؟ شو اللي بيختلف؟ كل وحده لها شغله. هلا سنارتين لها قطب مميزه، والسناره كمان لها قطب مميزه. بتلاقي في فرق، بس شو انت على حسب الشغل اللي انت بتشتغليها. القطبه بامكانك هلا بسناره هي تطلع عندي بسناره واحده تطلع نفسها، تطلع نفسها، وهي القطبه بتنشغل كمان بسنارتين. يعني هي بسناره، عرفت علي؟ بتنشغل بسنارتين. هلا هي القطبه نفسها النجمه بقدر اشتغلها بسناره واحده. سناره واحده. طيب ست امل، خلينا نحكي، قلتي خلال حديثك اني علمتي كثير وقمتي بدورات تدريبيه للاعمال اليدويه وخصوصا الكروشيه، قديش زمنيا بدها الصبيه لتقدر تتعلم؟ كانت الدوره يعني نحن عم نحكي عن عمر طويل بهي المهنه، بس فعليا لتاخذ ايدها وتشتغل الدورة التدريبية قديش لازم تكون مدتها؟ قديش بدها وقت فعليا؟ قعدنا بقت الدورة قعدنا 3 شهور. بس البنات اللي تعلموا ما شاء الله صاروا هلا بالبازارات مع بالمعارض، وصار يعني صاروا يشتغلوا هلا، بتلاقي شغلات حلوة هلا صاروا يعملوا. اي والله. طيب لحد الان بيستشيروني، بدقوا لي تليفون بيستشيروني. اكيد بضل المعلم الاول هو الاساس. خلينا نحكي الفرق بين التريكو والكروشيه، يعني اوقات في ناس بتخربط بيناتهم طريقه التريكو الشغل. التريكو شغل مكنه، عرفت علي؟ وال الشغل العادي هذا بسناره وبسنارتين، ما بينشغل بالمكنه، ما بيطلع شيء مثله ابدا. هلا في المكنه بس بتقدري انت تشتغلي، يعني المبدعه بتقدر تطالع القطبه بالهذا تبع التريكو، بتشتغلها بالهذا بالسنارتين او بسناره، بعمل ضفرات، بعمل سنبله، كله هذا بسناره واحده بسنارتين. وكمان بسناره نفس الشيء، كمان بتنشغل معي بسناره بسنارتين، نفس الضفره والرسمه على حسب ما تشتغليها بتطلع حلوه كمان. طيب ست امل، خليني احكي يمكن الديزاينات او فينا نقول التصاميم اللي بتشتغليها والقطع اللي بتشتغليها، كيف تجي بتخطر على بالك الفكره؟ من وين بتستوحيها؟ حسب الشخص ولا حسب فكره ولا من المحيط؟ يعني شفنا افكار مختلفه، طريقه مختلفه بطريقه الاعمال. شايفه هي اللوحه تبع الياسمين؟ بقعد هيك بصفون، بقعد بصفون شوي وبعدين بصفون مع كاسه شاي، بقعد هيك يعني دائما في افكار خلاقه. ايوه بقعد بصفون، ايام ما بنام طول الليل وانا عم فكر شو بدي اشتغل. هلا مشان معرض الخط العربي تم اقعد اشتغل وفكر. هي لوحه اللي استعرضناها تبع الخط العربي. بقعد بفكر شو بدي اشتغل، قعدت ساويت الياسمين وقعدت كتبتها كمان بالخط العربي. شو طلعت كمان مناسبه مع الخط العربي ومع القطعه اللي بالكروشيه، عرفت علي؟ يعني طلعت مميزة سبحان الله. يعني كل واحد شوفي كمان الوردات. صحيح الوردات، يعني على حسب الوردة هذا نافرة، يعني بتحسي القطعة عم تتحرك لحالها. صحيح بتلفت النظر. صحيح هذا اللي بيعمل إبداع. اكيد، وهي بيعمل بصمه مختلفه بين حدا وحدا تاني بيشتغل. يعني يمكن بهذا المجال في كثير منافسين، في كثير سيدات بدات مشاريع هلا عن جديد. ست امل، صاروا الصبايا يتعلموا الكروشيه ويتعلموا التريكو ويتعلموا كثير قصص ويفوتوها بالاكسسوار،
يعني صرنا نلاقي الاكسسوارات اللي هي من الخيطان صارت موضه موضه. إيه جربتي طبعاً. تعملي شيء سابقا بهذا المجال؟ ايه سويت انا ميداليات قلوب وبطاط وهيك شغلات هيك سويتهم والله ونباعوا بمعرض الزهور مع احلامهم. يعني اسم الله عليكي مشتغلي اعمال يدويه صار لك عمر طويل ست امال وبكل فينا نقول القطب والتصاميم وكل الافكار يعني عم تحاولي تواكبي العصر وصار لك عمر. بالختام يمكن فينا نقول كلمه اخيره لكل السيدات والنساء السوريات اللي عم يتابعونا، لكل اللي حابب فعليا يكون هيك يبلش بالاعمال اليدويه، شو النصيحه؟ انا بتمنى لكل فتاه او كل سيده انه تتعلم الشغل. الشغل هذا بيفيدها منه بكره البنت لأولادها بالمستقبل تتعلموا، وطبعا الست بتقدر لأولادها بتشتغلهم. يعني هيك بتمنى لكل فتاة انه تتعلم ان شاء الله. نتمنى أكيد نتمنى لك العمر الطويل. الله يسلمك. ست أمل الحفار ونتمنى لك أكيد التوفيق. الله يسلمك يخلي لي إياك يا حبيبة قلبي، وأنا بيسعدني إنه جيت لعندكم وشاركت معكم. والله يخلي لي شكرا لك. نتمنى لك الصحة والتوفيق وتضلي دائما من السيدات الحافظين للتراث الشعبي بسوريا. شكرا لك بإذن الله. أهلين حبيبتي. يعطيك العافية. أهلين شكرا كثير لكم كمان.